مرحبا بكم من الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا كالعادة وتشاهدوا فينا من خلال قناة التيس. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، إن شاء الله فترة امتحانات، احنا تو التلامذة اللي عديوا في الباك بلان، نقول لكم إن شاء الله يا ربي حظ موفق ليكم، إن شاء الله ربي ينجحكم حتى بقية تلامذتك قاعدين. ديما نعرفوا التريميستا الأخرى ديما هي فيها الكبس وفيها الجري وفيها برشا مراجعة، إن شاء الله يا ربي موفقين التلامذة والطلبة الكل. حلقتنا اليوم باش نحكيوا أكيد في عدة مواضيع كالعادة، اليوم باش نحكيو على مرض الخرف بالنسبة أكيد للمسنين. شنو هو الخرف؟ فمناش يجي؟ شنو الفرق بينه وبين الزهايمر؟ هل هو نفسه أو لا؟ هذا الكل باش نجاوبكم عليه إن شاء الله في حلقتنا لليوم. كيف كيف باش نحكيو رياضة ولياقة بدنية وكل ما يقرب الصيف، نساوي رجال وليو نخمو في بدنيتنا وبما يسمى بالسمر بادي. كيفاش ندخلوا للصيف بأقل ديديغا، نقص شوية في الشحومات الزايدة باش يواتينا أكل ما يدبع، وإلا طبعا حوايج البحر يواتينا وحوايج الصيف اون جينيرال يبداو خفايفات يواتيونا الكل. كيف كيف طبعا برقاوي ريدو حاضره معانا اليوم، برقاوي ريدو باي طاهر، ونتعرفوا على جديدهم ليبرتا سوبر سيستا ايضا حاضرين، اي بيان سور على راس هذا الكل الكوجينه ودبارة البنينه مع الشيف فتحي. شيف مرحبا. مرحبا بالساده المتفرجين، مرحبا بك يا صفاء. انا اليوم كم وريتكم انا ديجا في حلقه سابقه بات فيتي، باش نوريكم حاجات تعملوهم من الباتفيتي. استحفظت عليها؟ استحفظت عليها ما نظر بعد أنا. نعرف نعرف نعاود نجدد أنا. اللي هي شنية الباتي؟ الباتي كيفاش نطبعوه، كيفاش نقدوه، كيفاش نزينوه، الفاسوناج والفاكس فاسوناج، اي او ميم طون كيفاش نعملو من هذوما نعملو ديكورني بالباتفيتي. أنا نعرفهم حاضرين اليوم تعملونا أنت، أنا نحضروهم هوني. أما اللي ما عندوش وقت بن يغلين لغران ديبيسري تبيعهم حاضرين، واللي عنده وقت يمشي للسياغ يشري هذوما ونوريكم كيفاش تعملوهم اون بات فيتي. اكسلون فيسع فيسع بطريقه سهله وبسيطه. يعطيك الصحه. فما حلو ولا هما باش يكونوا حلوين؟ هما حلوين. اكسلون ميرسي بوكو طبعا ليك شايف، تحيه من خلالك الكل مزودين. احنا نبداو حلقتنا ديريكتومون ونبداو باستقبال اولى ضيافنا. مرحبا اكيد بضيفنا ومرحبا طبعا بكل من التحق بنا في المشاهده. اليوم حاضره معنا طبعا الدكتوره عفاف الهميمي، الدكتوره المختصه في طب المسنين. دكتوره شحوالك؟ عايشك يا صفي. شكرا شكرا على الاستضافه. شكرا على قناه التاسعه. يعيشك اون بيبس محلاه ربيع الدنيا ربيع دونك نحبوا الالوان. يعطيك صحه على الحضور دكتوره. معاك خلينا ملا نتعداو الاول فقره معنا اليوم في المنوفر، هي فقره صحتنا. دونك اليوم في فقرة صحتنا الموضوع اللي اخترنا نحبه نتناولوه ونفهمه حيثياته وتفاصيله الكل هو مرض الخرف. وكي نقوله خرف نقوله أكيد مسنين. على ذلك اليوم بحثنا الدكتورة عفاف الهميمي، دكتورة مختصة في طب المسنين. دكتورة نعود رحب بك مرة أخرى وشكرا على حضورك. شكرا صفي. يعيشك دكتورة. إيجا نفهمه ساعة شو معناها خرف. كي نقوله خرف نقوله عبد خرف، ده يدخل بعضه، دي يخلط في المفاهيم ويخلط في الجمل وما يوش فاهم. صحيح، هو موضوع ياسر مهم ويعطيك الصحه باش نرفعوا الالتباس على شنو هو الخرف وشنو هو الزهايمر. يعني هما دو زونتيتي ديفيرونت يلزمنا نفهموهم شنو ما بالضبط. هيت نقولوا الخرف هو مجموعه من امراض كبيره كلها تؤدي الى فقدان القدرات الذهنيه للمريض، المعرفيه الذهنيه والسلوكيه. يعني هو هذايا الخرف. مرض الألزهايمر هو نوع من أنواع الخرف. يعني أي يعني هو خرف أشمل، هو أشمل خرف أمراض أكثر من 100 نوع الخرف هو فيها أمراض. مرض الألزهايمر هو في أكثر من 70% اللي هو الذاكرة فقط، الذاكرة ولا فما قدرات أخرى زادة كيف لغة تنتعرضوا لهم في الحوار متاعنا. يعني هذه فقدان القدرات كما قلت لك الذهنية للمريض اللي يتسبب في معناها البيرت دو لوتونومي نتاعو، ينقص لوتونومي نتاعو، دونك يولي يحتاج في اداء المهام نتاعو اليوميه الناس اخرين يعاونوه، ما عادش ينجم وحده. دونك هذا هو شنو هو موت خلايا دماغيه
الموت نتاعها بشويه بشويه، وهذا يفقد الانسان القدرات الادراكيه والمعرفيه والسلوكيه. هذا هو الخرف اللي قلنا احنا هو مفهوم شامل، هو ينجم يلم اكثر من 100 مرض. صحيح. دونك مختلفين، اعراضهم مختلفه اكيد، لكن كلهم الاعراض هذوما يصبوا في تدهور لا كاليتي دو في او جوده الحياه عند المريض. نبداو اول حاجه دكتور دكتوره، وقتاش نبداو نحكيو على الخرف؟ ابختيغ من اين عمر في الزهايمر؟ وللاسف فما احصائيات تقول بدينا اليوم نحكيو على ابختيغ من 45 سنه فما حالات اون ديتيك دي كا دو الزهايمر. في الخرف نفس الحاله او شريحه اعلى؟ هو الخرف كما قلت لك انا مجموعه كبيره المتكونه معناها من عده امراض، منها اكثرها شيوعا هي مرض الالزهايمر. خليني نقول لك صفيه، مرض الالزهايمر يجي الناس اللي اكثر من 60 سنه، اللي يبدا في عمر قريب معناها عمر صغير من 45 سنه، هذاك يكون مرض الالزهايمر مربوط بالجينات. وهو الحاله هذه ماهيش منتشره برشا، معناها اقل من 10% من مجموعه الامراض اللي عندهم الالزهايمر. دونك اكثر الناس اللي عندهم الخرف والا الالزهايمر تلقى عندهم من فوق 60 سنه. دونك هذا هو معناها وقتاش يجي من اين عمر يبداو على مرض الالزهايمر. حاجه اخرى معناها مرض الالزهايمر، علاش احنا ديما نقول خرف ونمشي ديريكتومون للالزهايمر؟ خاطر الامراض الاخرى اقل شيوعا كما قلت لك، اكثر من 70 80% هو نشخصوا الحاله نلقاوها الزهايمر مش امراض اخرى. ما فيش هذايا اللي احنا سنمتاش نعرفوا على بقيه. صحيح. الامراض خاطر ساعات لابريزون شارج تختلف، يعني التشخيص يختلف، البريزون شارج تختلف، والادويه في بعض الاحيان تختلف. دونك لازمنا نعرفوا شنو هو مرض الالزهايمر من انواع الاخرى نتاع الخرف. دكتوره الاسباب نتاع الخرف شنو ما نجم نقولوا؟ فما امراض جينيه او فما امراض الشيخوخه نجم تاثر على البشر فيدخل في دائره الخرف. فما امراض تاثر على الذاكره او الوظائف. أيوة. يتسموا امراض الشيخوخه. صحيح. خليني ساعه نقول اللي العمر راهو ماهوش مرض، معناها كي واحد يكبر. صحيح. ويولي شيخ ماهوش مش معناها مريض. صحيح. المسن ماهوش مريض. فما امراض بالعكس اللي تجي هي عند خصوصية عند الناس الكبار مثلا. فما أمراض اللي تؤدي للخرف، عدة أمراض عدة أسباب، منها نذكر أهمها ارتفاع ضغط الدم، السكري. لو رابور دكتور؟ اي لو رابور هو في لي فيسو، معناها ارتفاع ضغط الدم كما تعرف ينجم يأثر على لي زورغان نوبل كيما لو كور لو سيرفو والا الكلاوي، ويأثر زادا يعمل أرتيغيت. أنا ارتفاع ضغط الدم عنده برشا مضاعفات. فما زادا السكري كيف يأثر على العروق. دونك وكي يأثر على العروق ينجم يأثر زادا على التغذية نتاع المخ، ويأثر زادا على التصلب الشرايين. دونك هذايا ويؤثر على الكلاوي، معناها كلها حالة مربوطين ببعضهم. دونك ارتفاع ضغط الدم، فما السكري، فما التدخين. التدخين كيف عامل من العوامل اللي ادي لمرض الالزهايمر والخرف. فما زاده لا ديبرسيون اللي هي حاله الاكتئاب، العزله، الناس اللي تبدا عايشه برشا في عزله وحدها، ما عندهاش دي ليان سوسيو، ما عندهمش ارتباط بالمجتمع نتاعهم بالناس اللي دايرين بهم، كيف ينجم يكون عامل من العوامل اللي اثر اللي يؤدي للخرف. فما عوامل اخرى، النساء معناها معرضات اكثر من الرجال باش يمرضوا بالخرف والالزهايمر. تقولي علاش؟ علاش دكتوره؟ علاش انسى خاطر ليسبيرونس دو في نتاعهم اكثر 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 يعيشوا نساء اكثر. دونك عندنا لا شانس باش نجموا نشخصوا عندهم حالات الالزهايمر اكثر من الرجال. كيف زاد يكونوا في عمر معين لي استروجين ومعناها لي هرمون فيمينين يحميوهم بعد في سن الياس لامينوبوز. دونك يصير دونك انخفاض في الهرمونات هذيا. دونك يصير تنجم يؤدي الى الخرف. واضح دكتوره. اعراضه قبل ما نمشي لاعراضه سامحني، انواعه احنا حطينا النوع الاكثر شيوعا اللي هو الزهايمر. احنا قلنا فما برشا امراض اخرى. صحيح. تنطوي او تنزوي تحت الخرف. تحت الخرف الاكثر شيوعا بعد الزهايمر شنو هو؟ فما لا ديمونس فرونتو تمبورال اللي هي هذية نوع من الديمان معناها من الخرف اللي تعمل اضطرابات سلوكية
برشا ما تعملش تعمل اضطرابات سلوكية كيما الاغريسيفيتي معناها التشنج تنجم تعمل الهلوسة تعمل برشا اضطرابات سلوكية المريض يولي عنيف يولي معناها هي في المجمل تبدا هكاك ما تبداش بالنسوة دونك هكايا جينيرالمون تبدا هكا ولا تبدا عنده مشاكل في الحركة ولا عنده دي ترومبلومون دونك فما حاجة هكا وتنجم تكون معاها زادة نسوة دونك التشخيص نتاعهم ياسر دقيق معناها ما يتعملش في صافي صافي معناها لازم نعرفوا ليستوار دو لا مالادي نتاع المريض كيفاش بدات كيفاش تكونت بين اعراض كان عنده امراض اكزاكتومون كيفاش بدات وبعد بيان سور عندنا لا بيولوجي وعندنا الاي ار ام باش نشخصوا الحاله بالضبط معناها شنو اللي اكثر معناها بروبابل اللي هو موجود فما لي ديمونس فاسكولير اللي هما اللي ناتجه على التصلب الشرايين ناتجه على ارتفاع ضغط الدم فما زاد لي ديمونس اللي ناتجه على سويت الافي سي مثلا الناس اللي عملت جلطات في المخ والا جلطات في القلب معناها ينجر عندها بعد دي ديمونس فاسكولير وفما الانواع الميكست اللي هي فاسكولير كومبيني ما بين الزهايمر والشرايين دونك هذايا كيف كيف نوع من انواع فما لا كوري دو انكتانكتون هذايا فما اضطرابات في ماهيش موجوده بكثره معناها ماهيش شائعه تنجم تعمل اضطرابات في الحركه الانسان يولي يتحرك يعني حركات مش منتظمه سكدي معناها هذايا هو يعني في فما برشا أنواع. انواع هو الانواع كلها معناها خليني نقول لك القسم نتاعهم مشترك يؤديوا لكلهم اللي فقدان الوظائف نتاع الانسان دونك لا كونسيكونس هي لا ميم لا ميم به دكتوره احنا في المعتقد نتاعنا نقولوا خرف مش لازم بشرط هي فقدان الذاكره اللي هي الاكثر شيوعا في مرض الزهايمر انما يولي ما عادش يركب يدخل الحكايه بعضها يحكي نامبورت كوا يولي يحس روحه سوسيبتيبل برشا يقول لك تحكيوا عليا انتم ما عادش عينكم بيا سافي بارتي دو ديبرسيون اوكي اما نقولوا احنا البير لي روبير حتى في الحديث بلغتنا العاميه ونكرهها يقول لك يهزوا ينفض العبد ما عادش مركز ما عادش اما مش ينسى الذكرى موجوده هو فما تبدا الذاكره موجوده وفما تبدا عنده اضطرابات سلوكيه هذوما داخله في الاضطرابات السلوكيه تلقاه في ساي تشالنج تلقاه يتغشش على حاجه بسيطه تلقاه مثلا يتهم في لي رياكسيون ياسر اجريسيف صحيح لي رياكسيون يوليو برشا معناها مش على حكايه فارغه يتغشش غش كبير هذوما اضطرابات السلوك والا اضطرابات لومور معناها النفسيه نتاعو تتبدل من يكون فرحان في ساي يولي مغشش والعائله ما تفهمش ساعات ويعطيك الصحه معناها على التطرق للناحيه هذه علاش؟ على خاطر برشا ناس ما تبداش فاتنه بالنسوه برشا ناس مرثى يغطي وما يظهروش اللي هما ينساو معناها ما يفتنوش العائله نتاعهم اللي هو قاعد ينسى برشا مثلا يعني يخبي فلوس ويبيع شويه فما اللي يخبيه وينساو اصلا وين ويقعدوا يلوجوا صحيح اذا كو ترجع لهم راهي ايوه ترجع هذا في المراحل نقول لك الاولى اما بعد لا بعد مش ينسى وتمشي وتتطور اما كي يبدا هكايا الانسان ما يظهرش معناها ولا لونتوراج يبدا مش عايش مع ابوه ولا امه معناها ناس تبدا وحدهم دونك ما يفطنش به برشا اما الاضطرابات السلوكيه هي تظهر اكثر تنبهنا اكثر تنبهنا اكثر هل فما اعراض اخرى ما نجموش نعرفوها دكتوره اولى الاعراض ساعات احنا تو نحكيو على حاجه باينه ان كومبورتمون ان بو بيزار اللي نجموا نفطنوا به سورتو العباد اللي عايشه معاه لكن هل فما اعراض اخرى مخفيه او نقولوا احنا صامته اما من خلالها نجموا كان نركزوا شويه نفهموا انه فما ان ديكليك فما مشكله باش تصير مثلا الفقدان الشهيه نتاع الماكله مثلا اضطرابات النوم ينجم يكون المريض ما عندوش اعراض اخرى صحيح. وعنده كان اضطرابات نوم يولي مثلا فما ناس اللي لو سيكل اكزاكتومون لو سيكل في سومي نتاعهم يتقلب يولي راقدين في النهار كامل صحيح. وفي الليل فايقين ما يجيهمش النوم بالكل وينجم يقعد فما اللي ياكلوا برشا فما اللي يقطعوا الماكله اصلا فما اللي يقطعوا الماكله فما حاجات زاده في الماكله بيزار
نولي مثلا الانسان ما يكونش يحب الحلو بالكل، يولي عنده معناها حب يرعش كبير يرعش على الحلو ماشي جاي على الفريجيدير. السيرابات زادة كما قلت لك الاكل معناها فما يعني عدت فما زادة العزله، ينجم يكون ما عندوش حتى شيء ويولي ينعزل على روحه المريض، ما عادش عنده اهتمام، ما عادش عنده اهتمام، يفقد لوليان مع اصحابه مع عائلته، ينجم هكاك حاجات صغار حاجات بسيطه، مشاكل اللغه معناها حاجه من الحوايج اللي هي منتشره اللي يجي باش يتكلم وينسى الكلمه ما يلقاش الكلمه، ما يلقاش الكلمه، دونك لو مونك دو مو، دونك هذوما حاجات من اوليين اوليين يفيقوا من خلالهم انه فما ان بروبليم، فما مشكله موجوده قبل ما نمشيو للتشخيص والعلاج اللي هو باش نخدموا به اكيد الدكتوره. الناس هذوما اللي عندهم الخرف واللي الاغلبيه سحقه ما يعيشوش وحدهم، التعامل معاهم كيفاش لازمو يكون؟ التعامل معاهم هذه لا غراند كيستيون. التعامل معاهم راهو يلزموا الناس تبدا تعلمت شويه، معناها يكونوا عاملوا فورماسيون ولا تريننج. احنا من خلال البرامج التلفزيه هذه نحاولوا اون باس دي ميساج نوعيو، يعطيكم الصحه، نزيدوا نحكيو ونفطنوا الناس اكثر، خاطر بالحق كلنا عندنا كبار في العائله، عندنا توتا هما البركه، هما البركه اكزاكتومون، الكل عندنا كبار. وفي ساعات الانسان ما يعرفش يتعامل مع والديه، صحيح، مثلا هو ما يقبلش اللي هو مرض، دونك هو يغلط والا ما ينسى ولا يبدا يقول له منى ما قلت لي ولا يعني ينجم هو يزيد عليه من غير ما يشعر، يقول له يحاول يزيد سونسيبل اكثر، يرد سونسيبل اكثر ولا يقول له علاش شبيك نسيت كيفاش نسيت وايجا نعمل هكا بالذنب شنو عملت اعطيني بالضبط، وهو ديجا ناسي. معناها ساعات معناها لي دون فاميليال يوصل المريض لمرحله اشاك، دونك مرحله الاشاك هذه ياسر خايبه كي يبدا ما يعرفش يتعامل معها، ولذا لازم يكون تعامل بلطف، حتى وكان ننسى مش مشكل، حتى وكان عاودت له هو سالك مره وعاودت انت عاودت جاوبته وما يسالش عاود، سي كوم سي بعمره ما سالك، ما تحسسوش اللي هو قاعد ينسى، عاجز ما تحسسوش، بالعكس انت ماذا بيك تعاونه باش يختار هو، ما تختارلوش انت، معناها خلي له القدره اموا حتى في الماكله مثلا تقول له تاكل شنو تحبها ومش نعطيك حاجتين شنو تحب تاكل هذه ولا هذه، خليه هو يختار، ما تعطيش انت هو سي فغي هو الي اسيستي المريض معناها واحد يرافقه ويعاون فيه، اما يلزمك تخلي له شويه معناها تحترم الذات نتاعو، تحترم معناها الخصوصيات نتاعو، لي بريفيرونس نتاعو، زاد كيف كيف حاجه مثلا في الدوش زاد يلزمك كي مشي تدوش له ما تحسسوش اللي هو معناها عبء ولا معناها تخليه هو يختار، تخليه معناها تكون امامون ان بو فليكسيبل صحيح، امامون بريفيليجيي. هل الدكتوره قبل ما نوصلوا لهذايا الكل التعامل يكون انك تهز مريضك كبيرك المختص للاستشاره وللتشخيص بعد مع الدكاتره اكيد والناس المختصه هما باش ينصحوا كيفاش يتعاملوا، اما نقطه البدايه تكون بالتشخيص من انك تتوجه وتمشي لذوي الاختصاص باش تفهم فين استاد فين مرحله كيفيه التعامل مع المريض. صحيح، هو اول حاجه باش نبداو بها قبل كما قلت ما نوصلوا للتعامل لازم ساعه نشخصوه المرض، خاطر علاش هنا نقول لك اللي فما برشا امراض اخرى زاده كان ما نتفطنوش بها المريض باش يتعكر حالته وينجم يكون ما عندوش الزهايمر وهو معناها ماخذينه اوتون كوتيل، معناها تقول هو نعتبروه اللي عنده الزهايمر ما هو عنده امراض اخرى كان نداويهم هو يبرا من النسيان، معناها كيما فما امراض الغده الدرقيه كيما التيرويد التيرويد تنجم تعمل فقدان الذاكره، كيما زاده النقص في الفيتامين دي، وهنايا معناها شائعة برشا نقص بالرغم احنا عندنا يعني الكليما نتاعنا اونسولي وعندنا شمس وكل شيء، ما فما برشا نقص شفناه هذايا عند المرضى عديد المرضى نقص في الفيتامين دي، فما نقص زاده في الفيتامين بي 12، يعني هذوما ينجموا يوصلوا اللي للخرف معناها وكان يتداوى والمريض يتحسن، دونك علاش ما يلزم معناها بالعكس التشخيص الدقيق لهنا التشخيص الدقيق باش نجموا نعرفوا شنو هو معناها لا بار دي شوز، فما مرض الزهايمر ولا فما امراض اخرى ساعه اوندواليزي التشخيص يكون بتحاليل باي ار ام بسكانير بشنو بمجموعه تحاليل اولا ساعه يكون التشخيص مع طبيب مختص كما قلت لك في المجال هذايا، معناها اللي هي التشخيص يستغل طب الشيخوخه وطب المسنين
والا النورولوجي ولا اما راهو فيه عده دي تيست نوروبسيكولوجيك، فيها الدياغنوستيك معناها الفحص الدقيق للمريض، معناها باش نشوفوا القدرات الذهنيه، القدرات السلوكيه نتاعو، لومور نتاعو، نشوفوا عنده شي مشاكل في النوتريسيون، معناها فما تشخيص دقيق. وبعد نعملوا معناها نشوفوا لا بيولوجي، لي زيكزامان بيولوجيك، تحاليل، وفما بعدها بيان سور تجي التشخيص بالاي ار ام. دونك هذايا مجموعه، وبحنا باش نجمو نقولوا راهو عنده المرض الزهايمر ولا ننفيو المرض هذايا ولا امراض اخرى، لازم نقوموا بهذايا الكل، بالدراسه هذايا الكل، باش نعرف وين نتوجه في العلاج. في العلاج اكزاكتومون، خاطر فما ادويه ما تنجمش تمشي مع الامراض معينه. دونك هو تشخيص معناها ماهوش ساهل، التشخيص نتاعو صعيب ويطلب معناها كفاءة ودراية كبيرة دكتورة العلاج لهنا في حد ذاته، هل هو قبل ما نمشيو لأنواعه، هل هو باش يوقف المرض؟ هل هو باش ينحي لنا المرض؟ أو شنو بالضبط؟ خاطر فما ناس تقول لك هاو يداوي تو يبرا يعني يرجع للذاكرة ويرجع للسلوك العادي والطبيعي والإنسان كما كان عايش قبل. وفما اللي يقول لك لا جوست أون فاستوبي المرض، ليفوليسيون نتاع المرض تطوره باش ما تزيدش الحالة تدهور. العلاج فاش يكون؟ العلاج هو يتكون من حاجتين، العلاج هو علاج بالأدوية، وفما العلاجات اللي بدون الأدوية، معناها لي ثيرابي نون ميديكامونتوز. فما هذوما كلهم يعاونوا باش معناها ما يتطورش بسرعه المرض، باش نوخروا تطور المرض، باش نرجعوا بالطويل، اما ما نرجعوش بالطويل. مي باغ كونتخ لا ستيمولاسيون كوجنيتيف اللي هي تنشيط الذاكره واللي هي العلاجات الكلها تنجم معناها تخلق خلايا جدد، العكس هذايا ورات الابحاث، معناها اللي فما تنجم تكون خلايا جدد تتخلق، معناها وهذايا يساعد المريض باش ما يفقدش رابيدمون القدرات نتاعو الذهنيه. دونك هذايا المجموعه العلاجات. الحمد لله يا ربي عام اخر عام 2022 خرجت يعني الادويه ناجعه اللي هي تداوي سبب مرض الزهايمر. السبب الرئيسي يعني مش علاجات الخلايا يعني اي تداوي تراكم البروتينات اللي هي مش باهيه في الدماغ. وهذا موجود في امريكا، وتوا بشويه ان شاء الله باش يجي يعني سيتم الاعتراف به من الويمس اي من الاف دي اي منظمه الدواء والغذاء في امريكا وفي اون اوروب زاده كيف كيف، وان شاء الله توا يكون متواجد. هذايا الدواء هو يتعطى للاشخاص في معناها بريكوس يعني وقائي اي معناها من الاول ملي تم التشخيص يكون نعملوا ياخذ الدواء هذا. الحمد لله دونك حاجه مهمه ياسر ومبشره العلم مبشره. وكما قلت لك انت بالنسبه للاستاد الاخرين نحاولوا اللي ما نخليوش المرض يتطور اون غالونتي لو ماكسيموم ايفوليسيون تاع المرض هذا. مشكوره دكتوره عفيف الهميمي، اخصائيه في طب المسنين، يعطيك الصحه. مساج محليه احنا في الاخر نقولوا راهي العائله لو سوتيان فاميليال اي مورال حاجه مهمه ياسر بالنسبه للاشخاص هذوما، هما منا وفينا، هما احنا نهار اخر تتفي هما اي احنا هما لي بيليي العرس نتاع عيشتنا، معناها ابائنا وامهاتنا، وهما اللي مش يعديونا لي فالور، مش يعديونا برشا طاقه. دونك احنا كيما هما معناها تعبوا علينا واحنا صغار، دونك ماذا بينا كي هما كبار زاد نتلهيو بهم كيما يلزم. نتلهيو بهم كيما يلزم سيرتو بالتقصي المبكر يا دكتوره، اللي هو ينجم يعاوننا في باركور العلاج ويسهل علينا برشا مراحل ويقصر علينا برشا مراحل. مشكوره مره اخرى. شكرا. دكتوره عفيف الهميمي، دكتوره المختصه في طب المسنين. انا نعطي الكلمه للشيفة تحيه في الكوجينه. اول ايتاب شيف. مرحبا يا صفاء. انا حليت البات فيتي ديجا، بديت نطبع فيها بات فيتي نتاعي مرتاحه، ضربتها جديده بالطبيعه باش نعمل الباتي، باش نوريكم الخلطه نتاع الباتي. خاطر ساعات فما عباد تعمل باتي في الدار يقولوا لي الكل الفخص الكلها كاني ما حطينا شيء، كاني ذابت مشات كي طابت الفيتاج غلب
لكن الفاكس ما لقينا منها حتى شيء، لوكو هما دلوها جبونات ومعناها محطوا لها اللازم الكل. علاش؟ على خاطر ما فماش حاجه اللي باش تشد الفاكس هذيك. اللي باش تشد الفاكس هذيك شنية في الارغوم تاعنا احنا اللي نعرفوا الصنعه معناها قريناها، هي يقولوا لها رمكه. الرمكه هي بشاميل يابسه مفوحه، بشاميل ماهيش بالحليبه، بشاميل ماء فرينة وزيت وملح وفلكحل. هذيك هي اللي باش تشد الفاكس تخليها ما تهربش معناها ما تذوبش. رغم اللي نحطوا جبونات نحطوا تن نحطوا الدجاج نحطوا اللي نحبوا احنا، نلقاوه الكل غاس اسات بيشاميل اللي عيطوا لها في التكنيك نتاع معناها لي باتيسي يعيطوا لها رمكه. هي اللي باش تعاوننا باش نلقاو الفاكس في وسط الباتي نتاعنا مزيانه. وقت اللي تاكلوا باتي هذاك، علاش كي تاكلوا باتي في لي باتيسري تقول والله معبيه ومحلاها وبنينه، بون فما اللي عبيوها اكثر شويه من اللازم بالرمكه، لكن فما اللي يحطوا جوست لو بون دوزاج باش يكون عندهم جوست رمكه باهيه وماهيش معبيه فوق القيمه، ويحطوا لي غارنيتور كيما يلزم. الوغ انا هنايا طبعت الباتي نتاعي الكل باش نجي لي شوت. ديما حاجه نحب ناكد عليها، لي شوت هذوما نسميهم باغور احنا، اللي يطيح من البات فويتي ما نعجنوهش، خاطر اذا كان عجناه راهو ما عادش بات فويتي. نهزوهم نحطوهم ورق ورق فوق بعضهم باش وقت اللي نعاود نحلوا البات فويتي يتحطوا في وسطها وما يقعدوا، الفويتاج نتاعهم يقعد، عمرنا ما نعجنوهم. اذا كان تعجنوا يوليو بات بغيزي لكن ما عادش بات فويتي. هذاك علاش تشوفوني نهزهم نحطهم ورقه فوق ورقه فوق ورقه ما غير ما نعجنهم. هذوما توا هكا يقعدوا باقي فيهم فيتاش ويتحطوا في عجينه اخرى ونعاود بهم خدمه اخرى. الوغ نرجعوا للوصفه نتاعنا اللي هي قلت لكم الرمكه. هوني رصفت انا طبق بالباتي كما تشوفوا في هكا، يلزم قد الوجه قد القفاه، معناها قد العدد نتاع الوجه قد العدد نتاع القفاه. ندني هذوما على جنب باش نزين قدامكم باش ما يفوتكم حتى شيء من اللي نقدوا فيه. نجي ناخذ الطبق نتاعي نحطه هوني فوق لو بلان دو ترافاي. الوغ هذيا هي الرمكه اللي قلت لكم عليها، اللي هي فرينة زيت ملح فلفل اكحل، ومن بعد نصب لها الماء ونطيبها مليح مليح، ندلكها مليح مليح كي العصيده البيضاء. لكن هي بشاميل يابسه وقويه، لكن ماهيش معناها ما فيهاش لا تكعبير لا حتى شيء، وتقعد رطبه. شنو نحطوا فوقها؟ نجيو نحطوا فوقها شويه عظم مبروش، هذاك اللي باش يعطيها النكهه البنينه مع الفلفل الاكحل ومع اللفاحات. نجمو تحطوا فيها زاده نواد موسكاد، تجي بنينه ياسر بنواد موسكاد، تعطي مطعم بنين ياسر. نعرف اللي هو سمو معناها بارابور للحاجات اللفاحات اللي معناها سمو باهي، ما تلقاو في متناول الجميع نواد موسكاد. نجي نعجنها مع بعضها بالابيض بالعظم الكامل كما تشوفوا هكايا. علاش العظم الكامل؟ باش يشرب اذا كان فما ماء نتاع سايبو الدجاج والا اي حاجه، العظم ديما يشرب ليكسي نتاع الليكيد. اذا كان حطينا صوص طومات والا اي حاجه باش نحطوها، العظم ديما هو اللي يشرب ليكسي نتاع الماء. اذا كان سايب فيها ماء من جبن والا من اي مصدر نتاعو. هنايا نخلطوها مليح مليح كما تشوفوا فيها هكا، ولات خلطه عظم اي بشاميل اليابسه اللي قلت لكم عليها، وريحتها فاحت بيسكم على العظم والملح والفلكحل، تعطي ريحه بنينه برشا، لكن ما تهربش الفاكس اللي باش نحطها. توا شنو المطلوب منا؟ باش نجي اما نخلط معها جبن، جبن مرياح كيف كيف، نخلطه في وسطها باش قد ما هو باش يذوب البيشاميل هذيك
باش تلمو، ما تخليهش يهرب، ما تخليهش يمشي. هوني نجي ونحط الجبن نتاعنا مريح. انا اخترت هنايا ليبيسي من عند مريح اللي هما 3 فرماج ايبيسي، 3 انواع جبنات، فيهم اللي باللاي نوار بالثوم الكحل، واللي بالكامباني، واللي الايبيسي بالفلفل. هذوما 3 انواع جبنات نخلطهم مليح مليح مع الرمكه نتاعنا، باش وين تاكل يجيك مطعم الجبن، يجيك الالاستيسيتي البنينه نتاع الجبن ومتاع العظم ومتاع، معناها تبدا خلطه متناسقه، ما تبداش ما تعرفش عليها شنو اللي حطيت فيها. الوغ شنو باش نعملوا توا؟ ناخذ صحفه بالماء، ناخذ بانسو، ونجي في كل ديسك من هنايا نغطس البانسو وندهنهم باش من بعد يشدوا على بعضهم باش العجينه نتاعي ما تهربش. فما اللي يحب يدهن بالعظم، لكن مشكله العظم في الدهنين كونه يهبط على الحراف ومن بعد ما يخليش الفويتاج يطلع، عكس الماء. الماء يخلي الفويتاج يطلع، العظم يشد كي يطيب يكبش الورقه ما يخليهاش تطلع كيما نحبوا احنا. الوغ ناخذ شويه من الفخس نتاعي نحطها في الوسط كيما تشوفوا فيها هكا، نحطوا لا كونتيتي اللي نحبوها، كان تحبوا برشا تحبوا شويه، المهم غارنيسي بالقدا، حطوا غارنيتور مزيانه في البات نتاعكم. بعد ناخذ عندي دجاج مليحه، انا طيبت بلونك بولي من عند مليحه، طيبته وفوحته. نجي ناخذ مغرفه باش ما نهزش بيديا، نجي نهز شويه دجاج ونحطه ننزل عليه فوق الباتي نتاعي، باش وقت اللي تقدموا يجيكم طرف الدجاج ما يقعدش هارب ضايع ما تعرفوش عليه وينه. الوغ هذيك من الحاجات اللي انا ناكد عليها، كي تعمل معناها باتي بالدجاج يلزم الدجاج يظهر، ويلزم اللي تحته هو اللي ما يخليش الفخس تضيع. نجي ناخو العجينه نتاعي ثانيه، نغطي هنايا البات الفخس كلها، نغطيها بالقدا، ومن بعد نطبعوها. نطبعوها شنو معناتها؟ معناها ما نخليوش الحراف مسيبين. ناخذو توا انا طبعت بهذيا باش قصيت، لكن هذيا نجي وين الحرف المثني هذاك ما يلزمهاش تتقص، وننزل عليها باش تعطي طابع متاع باتي. كي تيب القبه هذيك تقعد والحراف تنفج وتجي باتي كيما اللي مستنسين. ناخذوه نشريوه ونقولوا كيفاش منظره يجي هكا، كيفاش القبه قعدت هكاكا. نعاودوا نعملوا له فوشه بالماء فوق وجهه باش يتنحك الفارينه ويجي فيه لمعه، والا بانسو بالحليب، والا كل واحد باش يحب يدهنوا. انا نخير الماء، انتم كل واحد باش يحب يدهنوا هذاك يقعد لكم، ليكم انتم الاختيار. نكمل نعبي هذوما ومن بعد نرجعوا لبقيه وصفاتنا، خاطر مازال عندي نوع اخر تاع باتي فيه طماطم سيكام وفيه تن البدر. خلي لك كلمة صفاء. يعطيك صحة شيف، ميرسي بوكو ليك. احنا خلينا نمشيو مع بعضنا نكتشفوا جديد ليبرتا فواياج ونرجعوا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم كل أحباب ليبرتا فواياج وين ما كنتم، عدد جديد نلتقي به معاكم، مواصلين معاكم طبعا نحكي على خدمات ليبرتا فواياج، مشروع أفضل طبعا للخدمات، خدمات العمرة في تونس إن شاء الله. لسنا الوحيدون لكننا الأفضل بإذن الله وبشهادة كل أحبابنا ومعتمرينا ومعتمراتنا اللي اختاروا ليبرتا فواياج وضعوا ثقتهم فيها. اللي يقول ليبرتا فواياج يقول الخدمات، المرافقة الطيبة والرفقة الطيبة، من المكاتب إن شاء الله، من الحجز ثم السفر ثم الوصول إلى طبعا إلى البقاع المقدسة وأداء مناسك العمرة برفقة مرافقين ثقات ما شاء الله. جيش من المرافقين والمرافقات في انتظاركم ليختاروا أن يكونوا معنا بإذن الله. ما زالت متواصلة عمراتنا، واللي يقول العمرة يقول ليبرتا فواياج إن شاء
الله. إذا نحكيه على عمرة شوال بكل ما فيها من فضائل بكل ما فيها من طبعا نعرفوا أنه من حج من اعتمر في رمضان كمن حج معي طبعا حديث رسولنا عليه الصلاة والسلام بالنسبة للعمرة وفضل العمرة في شهر رمضان، لكن أيضا في شوال تبقى عندها صبغة خاصة مع الصيام مع القيام بإذن الله مع زيارة البقاع المقدسة. إذا العمرة في شوال تكون أريح، وخاصة لأبائنا وأمهاتنا اللي يفضلوا كانوا يمشيوا للعمرة العام هذا، ماذا بينا نختاروا لهم أوقات تكون فيها أفضل وأريح إن شاء الله. نحب نطمنكم على معتمرينا ومعتمراتنا اللي وصلوا بسم الله ما شاء الله يأديوا في عمرتهم ومناسك عمرتهم بالنسبة للأفواج اللي وصلت للمدينة أو في مكة المكرمة إن شاء الله. إذا كان في المدينة باش يستمتع بها وإتيبة وبرفقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما نجمش نوصف لكم للمدينة راحة خاصة، للمدينة أثر خاص عند كل مسلم، وأيضا عند زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام سعادة المسلم لا توصف. إذا سعادة لا توصف في المدينة وأيضا في مكة المكرمة. باش نحكي لكم توا على عمرة شهر شوال اللي تقدم لكم ليبرتاف فياج وفيها تسهيلات في الدفع. إيه نعم، خاطر سألتوني برشا شخصيا وكلمتونا برشا وسألتونا على التسهيلات اللي توصل إلى حد 8 شهور في الدفع. مرحبا بكم للتسجيل في كل مكاتب على ذمتكم. إذا فما مقاعد إضافية على بركة الله بالنسبة لرحلات شوال بإذن الله. ونذكر أنه بالنسبة لعمرة شوال تكون على الخطوط الجوية السعودية رحلات 9 و14 و15 و28 ماي بإذن الله، فيها بإذن الله مقاعد إضافية، ويمكنكم تفضلوا بحضنا وتزورونا وتحجزوا على طبعا تحجزوا عمرتكم معنا. ونذكر أنه فيها إمكانية التقسيط اللي يوصل على 8 شهور إن شاء الله. والأكثر تفاصيل ومزيد التفاصيل تكون بالنسبة للتقسيط خاصة ولا الدفع، أو كنت نجموا تتصلوا بنا على أحد أرقام ولا بأحد مكاتبنا. نعاود نذكر مكاتبنا في تونس العاصمة في مونبليزير، أو بالنسبة لحمام لنف ناب الحمامات، أو زغوان المدينة اللي هو مكتب جديد مرحبا بكم، والقيروان أيضا مرحبا بكل أهالينا في القيروان وسليانة طبعا وصفاقس. مرحبا بكم في أحد مكاتبنا والاتصال على أحد أرقامنا ونجموا نجاوبكم على استفساراتكم إن شاء الله. اللي يقول العمرة يقول ليبرتا فواياج بإذن الله، وديما أراءكم وديما الحقيقة تفاعلكم قداش يفرحنا ويزيدنا مسؤولية وحرص على المواصلة في هذا المشروع وتقديم أفضل الخدمات إن شاء الله. باش نقعدوا مع شهادة من الشهادات اللي ديما سبحان الله قداش تفرحنا شهادة وقداش تخلينا كلنا فخر باش نكملوا وننزجوا على هذا الملوال منوال النجاح إن شاء الله. نسمعوا مع بعضنا. مرة الله يزيد في زادهم، الله يسترهم، الله يبارك لهم. ولا عمري قد ما مشيت لا عمري شخت ودوروني وعملوا معنا المليح وعدينا عمره به قد اللي برتع. وبعناك ولدي فوز وشريتي المرافقين الله يجازيهم بالخير. أيوة سي علالة سي كلكم ولاد حلال ويرحم والديكم الله يبارك فيك. يعطيها الصحة الحاجة ما شاء الله، ربي يتقبل منها إن شاء الله العمرة، وربي يسر للي مازال كيما سمعنا الحاجة أكيد دعوة هذيك دعوة الخير ما تضيعها حتى شيء. حب نقول أنه ليبرتا فواياج هي فريق كامل متكامل من المكاتب إلى المرافقين وأيضا رئاسة مجلس الإدارة اللي نقدموا له التحية بالمناسبة سي وسام بن عامر اللي يحرص على كل دقيقة ورقيقة أنه إن شاء الله يكون المعتمد والمعتمرة راضي علينا، والفرحة هذه والسعادة هي هدفنا بالتأكيد. إذا نحب نحييكم الناس الكل على تفاعلكم معنا، ونحب نذكر اللي برشا سألوني على برامج عمرة شهر شوال. عمرة شهر شوال متوفرة في زوز برامج، عمرة الرافهة وعمرة الرافهة جيم. بالنسبة لعمرة الرافهة تكون الإقامة في مكة المكرمة في فندق سويس مقام مكة اللي يبعد خطوات على الحرم المكي، و
بالنسبه للمدينه تكون الاقامه في فندق سجاء المدينه، كنت حكيت لكم عليه برشا فرص، اللي هو فندق قريب جدا من مدخل مصلى النساء بالنسبه للحرم المدني، وهو يعتبر معناها قريب جدا ومن اقرب من الفنادق القريبه، وقريب لكل لوازم المعتمر او المعتمره، موجود بحذاك كل المحلات، وفندق مريح ايضا. بالنسبه لعمره رفاهه تكون يعني انطلاقا بالنسبه للسعر طبعا نحكي انطلاقا وبدايه من 5,949 دينار للمعتمر الواحد في الغرفه الرباعيه، وبالطبيعه كي تتصلوا بنا فما برشا خيارات باذن الله اللي ترضيكم بحول الله واللي ترتاحوا فيها. باش نجيو توا لعمره رفاهه جيم. عمره رفاهه جيم الاقامه في مكه المكرمه تكون في فندق أرائك غزة، وهو فندق جراند مكة سابقا، وهو أول فندق عند الخروج والانتهاء من العمرة من ناحية باب المروة، وهو قريب بالنسبة للحرم المكي ويبعد عليه حوالي 750 متر، يعني حوالي ما نجمش نقول انت والخطوات، لكن خطوات مش بعيد برشا. وبالنسبة لي في المدينة تكون الإقامة في فندق سجاء المدينة، والحقيقة اختيار ليبرتا فواياج، واللي تعرفوه الناس كل هو اختيار مدروس للغاية، وديما نقول لكم حتى عن تجربة أنه ليوصل غاديكا ماذا بيه ويكون ديما قريب وفي وسط الحرم، سواء كان الحرم المدني أو الحرم المكي، وباختيارات ليبرتا فواياج هكيك تكونوا قراب من الحرمين، وهكيك قضيوا مناسككم وأيضا عباداتكم بأسهل وجه ممكن، وتكون قريبة منكم وقريبة لغرفكم والفنادقكم إن شاء الله. نحب نحييكم وين ما كنتم أحباب ليبرتا فواياج، وديما نقولها كلمة أنه أصبحت بيناتنا وبين ليبرتا فواياج وبين أحبابها علاقات مش صديقة، علاقة عائلية، وفما اللي يرجعونا ويقعدوا يمشوا معنا، دونك علاقة كبيرة إن شاء الله. ربي يدوم الود بيناتنا، واللي يقول العمر يقول ليبرتا فواياج، واللي يقصد يقصد دار كبيرة. مرحبا بكم معنا، عمرة شوال ما زالت، تنجموا تحزوا لعمرتكم وتنجموا تتهنوا على العزيزة عليكم طبعا مع ليبرتا فواياج. وطبعا نقول كلمة شهيرة، ليبرتا تجمعنا وأيضا معتمرينا في مموعيننا ديما. هذا هو جديد ليبرتا فواياج، ونعلمكم انه ليبرتا تحط على ذمتكم عمرة شهر شوال، رحلات متواصلة طيلة شهر شوال طبعا عبر الطيران مريح والخطوط السعودية، شريك دائم لشركة ليبرتا فواياج. ليبرتا كذلك توفر لكم طبعا سيرفيس كامل ومتكامل، يسهر على خدمة ضيوف الرحمن، وتوفر لكم سكن مريح وقريب من الحرم. لكن تحب طبعا تعمل عمرة ليك والا للعزيز عليك وتهدي هالو معلي، كم قد تدخلوا للسيت ويب نتاعهم اللي هو www.libertavoyage.com وتشوفوا مواعيد وبرامج الرحلات المتوفره، والا تتصلوا بهم على ارقام مكاتبهم ومختلف فروعهم. عندنا مكتب تونس العاصمه رقمه 71 905 656، عندنا كيف مكتب قروان 77 226 799، مكتب حمام لنف 71 290 186، نابلو الحمامات 72 328 3 أصفار، سليانة 78 871 100، صفاقس 74 440 020، وزغوان 72 680 193. وإلا ادخلوا على الباج فيسبوك نتاعهم عمرة وحج ليبرتا فواياج، بتاخذوا التفاصيل الكل، وكذلك ديما راهو فما التسهيلات في الدفع موجودة ومتوفرة مع ليبرتا فواياج. وانا خليني نمشي نعاون الشيف التسهيلات في الإعانة مع الشيف الكوجينا. نجي مرحبا. اي الوغ يا شيف. الوغ صافي جينا للثانية، الفاسوناج الثاني نتاع الباتي تخي بيان، اللي هو باش يكون طن البدر. طن البدر، خليني نذوق انا من هون، وقت تعرفني ديما نذوق ذويقة. الوغ نجي نحي الطن، الزيت نتاع الطن نستقطرو مليح. هذا زيت نباتي؟ زيت نباتي، واضح. تفرجك الريحة، الفصوص والدنيا والرند، ريحة الرند طالعة بنين يهبل ريحته. تخي بيان. الوغ نجي كالعادة شوية ماء، الماء
في وسط معناها ندهن الورق نتاعنا باش يشدوا لنا الفاخس ويشدوا لنا الورقه الاخرى، يشدوا الورق بعضهم هذاك علاش ما ديكوليش. فوالا صحيت. اللي عنده سبراي يعمل سبراي، ما فما حتى مشكل. فما عباد عندهم فشفاشات نتاع ما يفشوا بهم لي باتيسري والحاجات هذوما اللي عندهم خدمه برشا وكل اي موجود كله عند السياغ براتيك. فوالا كلهم موجودين عند السياغ. كم بعد هوني ناخذ هنايا نحط شويه الفخس هذا الفخس تو تشوف هذيا فصه اخرى نزينوا بها دكار. اعطيني مغرفه قهوه كانت نجم من بحذاك كان عندك تفضل. الوغ ديما نحسبوا الدوبل معناها وقت اللي نقصوا الكعب نحسبوا وجه وقطع. فوالا صحيت. ديما عندنا وجه وعندنا خطا باش ما كانش نقعدوا وحدين. برك عندنا الاخر ما عندناش خطاوات. لا يلزم الخطا. فوالا هكا نجي وجه وخطا. باهي تفضل. ناخذ نحط شويه طماطم سيكام باش تعطينا اللون. صوص بيتزا هذايا. صوص بيتزا اللي هي زاد من لي ميور برودوي لي بيست سيلر سور لو مارشي تونيزيان تلقاوها هي صلصه طبعا صوص بيتزا نتاع سيكام اللي مفوحه بالحبق والزعتر. هذه هي الصوص البنينه تعطيك وقت تاكل كعبه باتي تغلطك تقول بالك ناكل في بيتزا. زعما بيتزا زعما باتي زعما شكون منهم. المفيد حاجه بنينه. ديما حاجه بنينه مع المنتوجات هذوما ما تنجم تلقاها كل حاجات بنين ما تنجمش تلقاهم مش بنين. شبيك ما نجمش تخرج الفص؟ والله واحد. الوغ نجي ونحط مرسو تون. ريت نحطو كامل التون ما نحطوش فوالا يلزم تلقاه. هو ديجا ما فيهش ميات. يلزم تلقاه ما فيهش جمله. يلزم تلقاه مرسو التون ما يلزمش معناها يمرسوه حتى لين يضيع فلوس. كيما هما في كي تشري علاش ديما احنا نشجعوا على اعمل حاجه في الدار، اعمل حاجه ببدايتك، تعرف السورس نتاعها، تخسابيليتي نتاع البرودوي اللي تستعمل فيه، وباش تاكل حاجه بنينه ونظيفه. انا نقول ديما والله ما يتكلف اغلى راه. وما يتكلفش اغلى، تتحل تبقى تعمل حاجات مزيانه في الدار. حكيكا تن وحكيكا صوص بيتزا وطرف بات تشوف شو تعمل لك. الوغ هوني نجي نسكر الجناب على بعضهم. نخلي الفم هذاك نقلبه هكايا باش تقعد الكعبه كيما هي. الله 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 تزعبين الكعبه هذه. تزعبين الكعبه هذه والله كعبه تزعبين. هاك سميتها انت تزعبين واش نعمل؟ انا قلت لك نعمل في البراندينغ. الوغ هذه توا كيف كيف خاطر فيها صوص طوماطوت عليها تصيب بالروفير هذايا بالروفير صحت. هذه اللي يقول لك ما فيهاش تن قول هاو كيطلع عليك هاو التن هاو التن هاي الطوماط هاو الجبن هاو كل شيء كل شيء بالواضح هاي تخي بيان توري في اللي عندها في قلبها كل تخرج فيه البر اكسلون. فوالا معناها تنجموا تعملوا اللي تحبوا مادام عندكم تكاليف بسيطة مزيانة جوست كي تبعونا ويركزوا في التفاصيل لي ديتاي نتاع عندنا الغوسيت. انا نعطي لو ماكسيموم وهما عليهم يطبقوا. عليهم يطبقوا. اكسلون. باهي هذايا يدخل الكوشه جوكير قداش يقعد شيف توقيت سخانه؟ هذايا يقعد كيف كيف الكوشه يلزم سخانتها 200 درجه. يقعد تقريب 20 دقيقه نص ساعه. احنا واللون عندنا ميزان ما ندهنوش بحاجه من الفوق. كان الماء. كان الماء. تعرف تدهن بالماء انت تو؟ ندهن بالماء. تفضل. لا مدهونين. مدهونين ديجا. ديجا دهنتهم غادي وقت اللي قلبتهم قاعدين. اكسلون. ريت حتى كي نهزها ما تتفرجش خاطرها مدهونة بالماء ولا تلصق. اكسلون. باهي خليك تكمل مال انت ماذا بيك دوبل عددنا نتاع ليكيبا لهنا والضيف خاطر باش ياخذ كعيبه ولا عندنا كعيبه نوع اخر في الكور. ما كل واحد ياخذ كعبه منه وكعبه منه. معاك مش معكنين معناها اما كعبه منه ولا كعبه أما, اما 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 صعيب ياسر. خلينا نخرجوا فاصل نتناقشوا انا في الاما اما انا وياكم بعد فاصل راجعين لكم ونكملوا بقيه الفقره بقيه الحلقه بلوتو.